ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه صباح يوم السبت 10 شتنبر جراء حادثة سير مروعة قرب مدارة ابن الطبيب بتراب مقاطعة جيليز. وحسب معطيات جريدة كاش 24 الإلكترونية، فإن الضحية البالغ من العمر 17 سنة كان على متن دراجته النارية حينما صدمته سيارة رباعية الدفع تقودها سيدة، فضلت مغادرة مكان الحادثة تاركة وراءها سيارتها، وذلك خوفا من ردة فعل مفترضة لأقارب الضحية وفق ما رجحته المصادر. هذا وقد استنفرت الحادثة السلطات ومصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث، وباشرت الوقوف على إجراءات نقل جثة الضحية لمستودع الأموات.